للمزيد حول تفشي فيروس كورونا في العراق والإجراءات الحكومية المتخذة حيال ذلك، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الدكتور إبراهيم سليمان. دكتور إبراهيم، بداية أهلا بك. وزارة الصحة تحذر من موجة وبائية جديدة تلوح لاحتمالية إعادة فرض حظر التجوال الشامل. بداية، كيف ترى وتقيم تعامل الحكومة في بغداد مع ظروف وباء كورونا حاليا؟ مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك سيدي العزيز. إلى قبل ساعتين كانت خلية الأزمة على أساس تتخذ قرار بالحجر الموقع المناطق المصابة. نعم. إجى توجيه يظهر من جهات أكثر من حجما، ها عيني لغى هذا الأمر. نعم. إحنا الآن الإصابات بدأت تزداد. ليش؟ لأن انفتح المجرى الوسخ اللي موجود من شرق العراق. نعم. بعد ما فتح المعابر زرباطية والبصرة والدنيا، راقب انت الاصابات في البصرة بالثلاثين 35 بس اليوم، والاصابات في بغداد الرصافة اكثر من 40، يعني بين مدينة الطب بين الرصافة اكثر من 40، يعني بغداد 81 من ضمنها بس الرصافة 41. فازدياد عدد الإصابات هو ازدياد فتح المنافذ مع المناطق الموبوءة في إيران. نعم. أستاذ أو دكتور إبراهيم، يعني في ظل قرار الحكومة التي يعني تلوح لاحتمالية رفع حظر التجوال، ومن ثم الآن يتحدثون عن إعادته، السؤال هنا، لا يمكن أو ألا يعكس هذا حالة من التخبط في القرارات الحكومية تجاه الأزمة؟ سيد الكلامك سيد العزيز، فعلا تخبط. احنا الان مو خايف بصراحة، انا كطبيب ما نخاف احنا من ما يجري، بس احنا بنانا التحتية مستشفيات قابلة لاستقبال هاي الاعداد ما يعني انت ترى بجهد شخصي من الاطباء ولا البقية دولة حبيبي دولة بعيدة. اليوم انا هسه اقرا تقرير منظمة الصحة العالمية تكافئ العراق 33 مليون، يعني البنك الدولي 33 مليون لمواجهة مال وباء كورونا. نعم. يعني ماكو شيء، انت ليش تعطيني 33 وفوق السرقات والمليارات اللي باقوها من الاحتلال اللي هسه حبيبي؟ نعم. انطيني مواد اواجه بيها، يعني انت تدري المستشفيات ما فيها كمامات؟ نعم. دكتور إبراهيم، على ذكر هذه المعلومات وهذه الأرقام التي تفضلت بطرحها، يعني العديد من الدول تجري عشرات الآلاف من الفحوصات، وهناك دول تجري آلاف الفحوصات لمواطنيها بشكل يومي، بينما العراق لا يجري فحوصات إلا للعشرات يوميا. باعتقادك، هل هذه الفحوصات القليلة كافية لتوضيح عدد المصابين بشكل حقيقي في العراق بشكل يومي؟ سيد العزيز، هذه لك سر، اكو وفيات تصير هسه بسبب كورونا بس ما تنداع، هم اهل المريض يتخبطون عليها، يعني ضمضموها لان خايفين على مود الدفن. انت الان هذه نفس الكتات اللي انطانا اياها السفير الصيني واللي انطتنا اياها منظمه الصحه العالميه هم دا يعملون بها. والعمل اللي صار مثلا سابقا اصابه هذه، هسه قاموا يفحصون بس التماس، بس الكونتاكت المرضى اللي ملاصقين للمريض فقط. هسه اذا يريدون يسوون صحيح هسه على اساس اكو هيك فكره الحريه والثوره والدنيا، بس ما يقدرون، ما عندهم امكانيه، ما يفحص 1000 و2000 و3000 وحجرة ما فيش رقم. نعم. ما عندهم امكانيه. نعم دكتور ابراهيم، خليه الازمه حاليا اعلنت عن خطه للحظر او الحجر المناطقي للعديد من الاماكن والمناطق التي شهدت عددا مرتفعا في الاصابات. باعتقادكم، هل هذا القرار يمثل حلا لما يعانيه العراق من اجل تطويق جائحه كورونا؟ هذا الحد الادنى، الحل مال الحد الادنى. انت لو تعلن منع تجول، يعني انت من هسه تعلن منع تجول مال العيد، خب انت اعلن منع التجول. انا اول البارحه طلعت حي الامين الثاني
هو من التجاوب بالخمسه، انا كطبيب اقدر بالعشره وباللي تحت. الناس يعني بصراحه قبل المواطن يتحمل العبء الاكبر. يعني شباب شباب قدام كوبيت قاعدين عشره لازم نرجله وينقلون، يعني ما اسف ما اسف. الدكتور ابراهيم سليمان، الدكتور ابراهيم سليمان كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.